وصفت قبل قليل العلاقة بين واشنطن وبغداد بأنها علاقة ضبابية، هل هذا يعني أن واشنطن ستتعامل مع العراق يعني مع كحليف وثيق موثوق به، أم كحال حال أي بلد في الشرق الأوسط؟ لا، أنا عندما أقول الضبابية بمعنى أنه العلاقة غير واضحة، لا هي علاقة حليف ولا هي علاقة صديق ولا هي علاقة شراكة ولا هي علاقة عدو. بهذه الصفات حقيقة يجب أن تحدد العلاقة بين الدول. الآن العلاقة بين العراق وبين الولايات المتحدة غير واضحة المعالم، بمعنى أن ليس هناك خطوط أساسية وخطوط واستراتيجية في هذه العلاقة. بمعنى أو بآخر، يعني الآن عندما أريد أن نوصف العلاقة بين العراق وبين الولايات المتحدة، هل هي علاقة صداقة؟ هل هي علاقة شراكة؟ هل هي علاقة تحالف؟ هل هي علاقة عداوة؟ في بعض الأحيان نتحول إلى أعداء، وبعض الأحيان نتحول إلى شركاء، وبعض الأحيان نتحول إلى حلفاء، وهكذا. يعني وأحيانا أخرى حقيقة عندما نرسل البرقيات أو نلتقي أو كذا إلى آخره كحكومات، كأنه نحن نلتقي كأصدقاء ولدينا مصالح مشتركة. يعني فعلا هناك مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وبين العراق، لكن هذه المصالح أيضا حقيقة تعكر صفو هذه العلاقة كثير من المنغصات. يعني خلينا نكون واضحين جدا، يعني هناك حقيقة أطراف عراقية ترغب في هذه العلاقة وأطراف عراقية لا ترغب في هذه العلاقة. هذه المعضلة حقيقة تؤثر على سياسة الدولة العامة، السياسة الخارجية والخطاب السياسي وكذلك الموقف السياسي للدولة العراقية. الدولة العراقية اليوم ليس لها موقف سياسي واحد اتجاه العلاقة مع الولايات المتحدة، وليس لها أيضا خطاب واحد. يعني هناك خطاب حقيقة نعم. يؤكد على متانة العلاقة بين العراق وبين الولايات المتحدة وأمريكا، وهناك أيضا خطاب عدائي ضد هذه العلاقة. إذا نحن في مساحة ضبابية، نحتاج حقيقة إلى توضيح وإلى قشع هذا الضباب لكي تنجلي الغبرة وتنجلي يعني وينجلي هذا الضباب لتكون العلاقة واضحة.